ولنقاش الملف اللبناني والحديث عن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الصهيوني والتي تحضرها ميليشيا حزب الله، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة صيدا اللبنانية مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات الأستاذ حسان قطبة. أهلا بكم سيدي. أهلا بكم. مع انتهاء الجولة الثالثة لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الصهيوني، قال الوزير اللبناني السابق ريشار قيموجيان بأن لبنان بات دولة فاقدة للسيادة على أراضيها. كيف يمكن قراءة مثل هذا التصريح وتوقيته؟ من الواضح أن موضوع المفاوضات بين لبنان وإسرائيل عبر الوسيط الأمريكي والتي بدأت قبل 10 سنوات من الآن كما أشار الرئيس نبيه بردي حين أعلن عن الاتفاق الإطار الذي لم نعرف ماذا يتضمن هذا الإطار وما هي بنود هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل عبر الوسيط الأمريكي. هذا يؤكد أن هناك أمورا خارجة عن سلطة الدولة اللبنانية وأن أي رئيس سابق للحكومة في لبنان، وهم 4 رؤساء مروا على رئاسة الحكومة منذ عام 2010 إلى الآن، لم يتحدث أحد منهم عما جرى خلال هذه الفترة من المفاوضات وما هي البنود التي تم التفاوض عليها وما هي الشروط التي تم النقاش فيها. أيضا هناك رئيس جمهورية سابق والرئيس مشاري سليمان لم يتحدث مطلقا عن هذا الموضوع، وكأن الرؤساء السابقين لا يعرفون شيئا إضافة إلى الرؤساء الحاليين بما فيهم سعد الحريري وحسان دياب. هذا يؤكد أن السيادة فعلا مفقودة، لأن من يفاوض هو ميليشيا تابع للحرس الثوري الإيراني تأتمر بأوامر إيرانية، وهذا ما يؤكد ما جرى بالأمس من ضرب للصحفيين ومنعهم من التصوير ومن تغطية هذه المفاوضات، يؤكد أن هناك فريقا إقليميا يفاوض نيابة عن لبنان بما يخدم مصالحه ويخدم شروطه بعيدا عن إرادة السلطة اللبنانية الحقيقية. في هذا السياق بالحديث عن حزب الله الذي يحضر هذه المفاوضات، كيف يفسر حضور حزب الله في هذه المفاوضات وإلى أي مدى يعد ذلك تغيرا في سياسته باعتباره يعتبر نفسه ممثلا للمقاومة في لبنان والمنطقة؟ حزب الله الآن يعيش حالة من الإرباك، خاصة وأنه يقدم نفسه على أنه مقاومة ورأس الحربة المقاومة ضد المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة، والآن هو شريك في هذه المفاوضات، بل هو يقدم لها الغطاء السياسي وحتى الأمني عندما يقوم بحماية المفاوضات ويمنع من تصويرها أو حتى نقل أي معلومة عنها، فهذا يعني أنه حريص على إنجاحها وحريص على أن تتم بكل هدوء. أيضا هناك شيء يخفيه حزب الله والرئيس بري، وهو أن هذه المفاوضات تتضمن دراسة تعاون اقتصادي لبناني إسرائيلي، لأن الاستثمار في البلوك رقم 9 في من استثمار الغاز والنفط يتضمن تعاونا، لأن هذا الحوض هو حوض مشترك بين لبنان وفلسطين المحتلة، وبالتالي أي استثمار يعني أن هناك تعاونا اقتصاديا من خلال الشركات التي سوف تقوم بالاستثمار، وهذا يتجاوز التعاون أو التطبيع الدبلوماسي الذي ينكره حزب الله على بعض الدول العربية بل يهاجمها بحدة. إذا حزب الله ونتيجة الضغوط الأمريكية ونتيجة حاجة إيران إلى التهدئة مع الولايات المتحدة الأمريكية يقوم بمحاولة بناء علاقة جديدة مع الولايات المتحدة تقوم على حماية أمن إسرائيل مقابل استمرار وجود حزب الله ووجود سلاحه على الساحة اللبنانية مقابل عدم استعماله ضد إسرائيل أو تهديد أمن إسرائيل بهذا السلاح. أستاذ حسن، هل يعني ذلك أن لبنان قد يكون الدولة المقبلة التي تعقد اتفاقا مع الكيان الصهيوني للتطبيع؟ عندما سئل الرئيس نبيه بري أن لبنان عندما باشر بالتفاوض منذ فترة وأن الإعلان عن الذي أعلنه عبر شاشة التلفزيون في مؤتمره الصحفي هل هو لاحق على التفاهم البحريني والإمارات مع إسرائيل، قال نحن في لبنان باشرنا التفاوض قبل البحرين والإمارات منذ عام 2010. إذن لبنان كان سابقا وسباقا في التفاوض مع إسرائيل إنما دون إعلان، كما أن استخدام الرئيس نبيه بري لهذه الآلية في التفاوض يتجاوز الدستور اللبناني لأنه رئيس السلطة التشريعية، والتفاوض على اتفاقيات سواء كانت ترسيم للحدود أو
أم في مفاوضات تتجاوز الحدود اللبنانية، إنما هي مسألة السلطة التنفيذية الممثلة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اللبنانية. لذلك لبنان هو كان سباقا في هذه المفاوضات، وقد يكون فعلا قد تجاوز مختلف الدول العربية التي قد تقوم بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل ويقوم بالتطبيع سلفا نتيجة هذا الاتفاق الإطار الذي قام بتوقيعه أو بالتحضير له للتوقيع في المستقبل. كيف يمكن تقييم ردود الفعل الشعبية على المفاوضات وموقف ميليشيا حزب الله منها؟ هذه الميليشيا الآن مربكة، لأنها لا تستطيع أن تقدم نفسها بعد اليوم على أنها مشروع مقاومة لمواجهة عدو إسرائيلي يغتصب أرض فلسطين، لأن مجرد الاعتراف بترسيم الحدود معناه أن هذه الحدود هي بين دولتين جارتين، سواء كانا في حالة سلم أم حالة حرب، لأن الاعتراف بهذه الحدود الدولية معناها أنه لا يمكن أن نتحدث عن فلسطين المحتلة وعن كيان مغتصب، بل سوف نتحدث عن كيان إسرائيلي، عن دولة إسرائيل. وهذا ما أشار إليه نبيه بري في مؤتمره الصحفي عندما قال أن التفاوض يجري بين دولة لبنان ودولة إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. إذن فكرة المقاومة، مقاومة الاحتلال أو مواجهة الاحتلال واستعادة القدس السليم ومسجد الأقصى أصبح كلاما لا مبرر له ولا ضرورة له، وبالتالي يصبح سلاح حزب الله مجرد سلاح للاستعمال في الداخل أو ضد الدول العربية كما يجري الآن في سوريا والعراق واليمن وغيرها، لا يصبح سلاحا للتحرير كما كان يقدم نفسه حزب الله على أنه مستعد وجاهز لتحرير فلسطين واحتلال الجليل وما إلى هنالك. ممكن لاحقا حزب الله يقول أن سلاحه هو لحماية لبنان من القوى التكفيرية والإرهابية أو لحماية ثروات لبنان في البحر، ولكن هذا الكلام مرفوض، لأن الدولة اللبنانية هي المعنية بحماية الحدود الدولية وهي المعنية بحماية ثروات لبنان وليست الميليشيات والأحزاب الطائفية والمذهبية. شكرا جزيلا لكم مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات الأستاذ حسن دياب أو حسن القطب، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة صيدا اللبنانية.